accelerates a body of mass m. The same force applied to a second body produces 3 times the acceleration. The mass of the second body will be, عندنا جسم وجسم تاني ده كتلته ولتكن ام، بيقول ام كبيرة او ام صغيرة متفرقش، خلينا نسمي دي ام. وعندنا فورس اف، بيقول لما اطبق الفورس تساوي ام اي اعطاني اكسلريشن. طيب ولما اطبق الفورس نفس الفورس هنا بيقول لي ده سيم فورس مع ام مجهولة، خلينا نقول ام صغيرة اهي، اعطاني اكسلريشن قد ايه؟ بروديوسز 3 تايمز دي اكسلريشن، يعني ايه تساوي 3 ايه؟ فهقول هنا اف هتساوي ام في 3 ايه. هو عايز الام دي كام؟ طب الاف تساوي اف، يبقى الام في ايه هتساوي 3 ام في ايه. نشطب كده ايه مع ايه، هتبقى الام دي بتساوي ام اوفر 3، هي صغرت ولذلك خدنا اكسلريشن كبيره. فالام على 3 في 3 ايه اديني ام ايه نفس دي، فيبقى ام على 3 ده الاختيار الصحيح.